السمسرة طريق الدخول للنادي الأهلي مع فريق الوكلاء، وصعب ألعب مع نادي الزمالك بسبب جماهير الأهلي، وأنا أحسن من محمد صلاح ورفضت الانتقال للدوري الإنجليزي لعيون النادي الأهلي. تصريحات نارية من أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لنادي سيراميكا كليوباترا. يا ترى إيه الحكاية؟ ظهر القندوسي لاعب الأهلي المعار لفريق سيراميكا مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد واتكلم عن كواليس انتقال النادي الأهلي ودور السمسرة في إفشال صفقات النادي الأهلي والأفضل بينه وبين صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي. تعالوا نشوف قال إيه. أحمد القندوسي قال في بداية كلامه: الناس ظلمتني وقالت إني السبب فشل انتقال زين الدين بالعيد للنادي الأهلي، وأنا جاي أقول الحقيقة كاملة. الحقيقة هي إن الوكلاء التابعين للنادي الأهلي هم السبب في إفشال الصفقات بشكل مستمر. أحمد القندوسي أكد في كلامه إن طلبت من زين الدين بالعيد الانتقال للأهلي، ولو كان انتقل كان هيكون أفضل مدافع في مصر، لكن وقتها في ناس في النادي طلبوا منه إنه يسيب الوكيل الرسمي اللي معاه ويمضي مع وكلاء في مصر، واللاعب رفض. وأضاف أحمد القندوسي في كلامه إن زين الدين بالعيد كان يريد الانتقال للنادي الأهلي، ومدرب منتخب الجزائر لم يطلب من اللاعب عدم الانتقال للأهلي نهائيا. سبب فشل الصفقة هو الوكلاء اللي لازم تمضي معاهم علشان تدخل الأهلي وتدفع سمسرة ليهم. اتكلم القندوسي عن انتقال للأهلي وقال: قبل انتقالي للأهلي كان عرض الزمالك أكبر من الأهلي، لكن أنا كنت عايز أكون موجود في الأهلي رغم الراتب القليل، وأخدت بطولات مع الفريق وشاركت في أكبر البطولات، ونفسي أرجع الأهلي من تاني. أضاف القندوسي: لما انتقلت للأهلي مضيت مع وكلاء ودفعت سمسرة عشان انتقل للنادي، ورفضت الانتقال لدوري البطولة الإنجليزية للتواجد مع الأهلي، وفي الآخر مارسيل كولر طلب رحيلي للتعاقد مع محمد علي بن رمضان، وأنا هلعب في أي مكان. واتكلم القندوسي عن فرص انتقاله لنادي الزمالك وقال إن نادي الزمالك كبير وبحترمه، لكن أنا بحب الأهلي وجماهيره، ومن الصعب أنتقل لنادي الزمالك بسبب علاقتي مع الجماهير النادي الأهلي، وبتمنى التوفيق لنادي الزمالك، بحترمهم بس أنا محسوب على الأهلي. وأضاف القندوسي في كلامه وقال: عاوز أرجع الأهلي تاني بعد نهاية فترتي مع سيراميكا، ومن الأهلي عايز أحترف في أوروبا عشان أحصل على مكانتي في منتخب الجزائر. واتكلم القندوسي عن مقارنته بصلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي وقال: أنا مش أفضل من محمد صلاح، بس لو اللي متوفر لمحمد صلاح معايا هكون متألق ونجم كبير وهسجل واصنع الأهداف بشكل مستمر. واختتم أحمد القندوسي تصريحاته وقال إن كهربا لاعب مميز ومن أقرب لاعبي الأهلي ليا، هو مهاجم كويس وبيحب النادي الأهلي جدا، وفي منافسة كبيرة بينه وبين وسام أبو علي. ميزة كهربا إنه بيعرف يخلص من نص فرصة، لكن بينافس لاعب كبير في الوقت الحالي وهو وسام أبو علي، ولو هنصحه هقول له اتجوز.